بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله شرك الطاعة. تقدم معنا أنه عندنا شرك في الدعاء وشرك في المحبة أخذنا، والشرك في الطاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، والطاعة في المعروف. الآن عندنا من يلبس على الناس وقال الخلافة والحكومة والإمارة وكذا. يا أخي أنت الآن لو تأتيك فتوى في العقيدة، فتوى في العقيدة عن الشيخ بن باز رحمه الله، تقبلها في العقيدة؟ تقبلها؟ نعم أقبلها، صحيح. طيب كيف فتوى في طاعة الحكام، في طاعة السلطة، ما تقبلها؟ من باب أولى، صح. طيب إذا في خلل، في شيء، على من؟ عليهم، وأنت صنعت الذي أمرك الله سبحانه وتعالى بك. ثم الآن لو تخرج عن الجماعة وتموت نسأل الله العافية، هذه ميتة إيش؟ جاهلية. فإخواننا الطاعة الآن في المعروف وأمر سهل وخلاص، وعلى ما يقول عندنا العوام، ضعها في رأس عالم واطلع منها سالم وخلاص، وريح نفسك يا أخي. لا الحكام وكذا وكذا، وبعض الناس شغله الشاغل الحكام، يريد كفر الحكام، كفر الحكام، كفر. إيش بقي؟ يقف؟ ها؟ لا ما يقف. إيش يكفر؟ محكومين، العسكر والموظفين في الدولة، كل الدولة. طيب يقف؟ ها؟ ما ي... لأنه مرض. إيش يصنع بعد هذا؟ لا يكفر حتى علماءهم، يكفر علماء. يقف؟ يكفر من؟ نفسه. تجده جالس يقول أشهد أن لا، والله من جد ما بقي أحد يكفر، مرض. لأن عندنا التكفير إما يكفر الكل أو لا يكفر أحد. قلنا بعض الناس حتى إبليس لا يكفر إبليس، وبعض الناس يكفر كل أحد حتى يكفر نفسه، أعوذ بالله، مرض. بعض يا أخي السب سهل أو لا؟ ها سهل، خذ 500 ريال واطلع هنا عند باب المسجد، وأي واحد تقابله قل هذه لك 500 ريال تسب 5 ساعات، يقول لك إيش؟ اعطيني 1000 وسب إيش؟ لا، يقول اعطيني 2000 وأنا أسب 20 ساعة، ما عندي مشكلة، صح؟ أما أنك تصبر على طاعة الله، على الصلاة، على الصيام، على الخلق الحسن، يستطيع؟ صعب، والله صعب، صعب. يقول الشيخ بن باز رحمه الله، يقول الحياة في سبيل الله، أن تعيش 60 سنة في سبيل الله أصعب وأشق من الموت في سبيل الله، قنبلة، عملية انتحارية وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟ لأن بعض الناس مخدرات وكذا يتوب، قال أريد عملية انتحارية الليلة، ما أستطيع أصبر غدا دون مخدرات دون كذا. مشكلة هذه والله أخوان. طيب إذن الطاعة في المعروف، اتخذوا أحبارهم علماءهم، رهبانهم عبادهم، أربابا، يعني قدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بهذا انتهى القسم، أي قسم؟ السابع.